ايه وبعدين ما بين معك شيء؟ لا والله يا نادية ما بين معي شيء. بس هيك تأخرنا على الجماعة. طيب شو بدي أعمل؟ هي إلنا أكثر من ساعة عم نلف مثل الخنفسة بالطاسة وما كنا نسدل على العنوان. لك لا يكون العنوان اللي معك غلط. مستحيل، جابر كتب لي إياه بإيده. اقرا لي هالعنوان لشوف. ضاحية السكن الشعبي، منطقة التوسع الأفقي، بناء جمعية التطوير السريع، خامس بناية بعد الحديقة، المدخل الشمالي، جانب عمود الكهرباء الطابق الرابع. العنوان دقيق ومفصل، ليش هيك عم يصير معنا؟ بجوز لأنه المنطقة جديدة وما فيها نقاط علام، يعني لا أسماء شوارع ولا أسماء ساحات، يعني كأنه قاعدة بصحراء. سأل هالناطور بركي بيعرف العنوان وبيدلنا. معك حق، استني هون لشوف. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. الله يرضى عليك، هالبناية لأنه جمعية تابعة. يا سيدي هي تابعة لجمعية الفنون الشعبية. طيب بناء جمعية التطوير السريع وين صار؟ وين قالوا لك؟ قالوا لي هون بالتوسع. أنو توسع؟ الأفقي ولا الشاقولي؟ قالوا لي هون بالأفقي. ها، هذا التوسع الشاقولي. شو هالحكي؟ بس دلونا لهون. سيدي يلي دلوكم غلطاني. يعني كيف بدنا نروح هلا؟ بتلف من هون وبتمشي على الشمال هيك لأول الضاحية وهنيك بتسأل. يعطيك العافية. تفضل اشرب شاي. صحة وهنا. جابر؟ نعم. هلا انت متأكد انه عطيتهم عنوان مزبوط؟ بالتفصيل الممل. كان ليش تأخروا لهلا؟ والله ما بعرف، الغايب عذره معه. قلك بصراحة أنا حاسة من أول ما سكننا هون كأني عايشة بصحراء. ليش؟ شو ليش؟ لأنه ما في حدا فكر يجي لعنا إلا مات 100 موتة لحتى يوصل. هذا ظرف مؤقت يا دليلة، لأنه المنطقة لساتها جديدة. أنت استني 5 سنين بس، ليش مصرتك محروقة؟ استني وشوفي شلون هالمنطقة بدها تنقلب قلب. بكرة بتشوفي الحدائق المنسقة والشوارع النظيفة والساحات المنظمة وكله عليه لوحات مضيئة بأسماء الشوارع وأرقام البيوت والبنايات. شو هالحكي؟ ايه طبعاً، مو هيك وعدونا لما سجلنا بالجمعية من 15 سنة؟ ايه صحيح، بس عيش يا قديش لين بوت الحشيش. عفواً ما فهمت، بيت مين؟ بيت جابر مسعود. وين قالوا لا؟ قالوا لي خامس بناية بعد الحديقة، ولحد هلا ما كنت لاقي حديقة. شلون ما كنت تلاقي حديقة؟ ليك قدامك. هلا هي هي الحديقة؟ هيك نازلة بالمخطط. معناتها هذيك البناية الخامسة تبع جمعية التطوير السريع. تطوير سريع، تطوير بطيء، صدقني ما بعرف. بإمكانك توصل لهنيك وتسأل. كتر خيرك.